How are you doing? Yeah, I'm good, man. You? Alhamdulillah, long time. Yeah, I should have seen you as well. Let me. بأي حدث؟ يعني عيسى عليه الصلاة والسلام يعني لم يكن على الصليب؟ لا لم يكن على الصليب لا. طيب لماذا الرب قال إنه متوفيك؟ يعني الله يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له ما صلبوه فيك ورافعك ورافعك إليه يعني. It doesn't say ولا قتلوه ولا say وما قتلوه لا قتلوه وما قتلوه وما صلبوه. It doesn't say ولا قتلوه, it said وما قتلوه, there's difference. لا تشوف وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبهوا له. يعني هاي وما قتلوه وما صلبوه خلاص. اوكي وش الفرق بين ولكن شو أجل انت مسلم انت مسلم. لا anyway, خلاص جرحنا ما نفي هنا خلاص ها. Even though we have a slightly تفسير يعني. لا تفسير ليس على حسب هواك وهوايا. نرجع الى السلف الصالح الذي اوصانا الله ورسوله باتباعهم. وما يعلم تأويله الا الله. والراسخون في العلم كذلك في قراءتين قالوا قراءتين وما يعلم تأويله إلا الله, وفي القراءة الأخرى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالتأويل الذي يعلمه إلا الله هنا هو حقيقة الأمر, أي حقيقة صفة الله, حقيقة ما تؤول إليه الأشياء. أما التأويل الذي يعلمه الله والأمر عفوا والعلماء والراسخون في العلم هو معنى تفسير الآية, لأن الله يقول أني أروح حيدة. أروح أنا من مدينة أخرى وبعيد. أنا من مدينة بربكان. أنا قبل بعيد شوية. أنا موجود في خطرة هنا. وأتمنى إن شاء الله نلتقي. بالله عليك أنا أتكلم معك كلام جميل. لكن الله يرحمك. إي ما خلونا نتفاهم. أنا هذه أنا شوف هذه دعوتي مع الشيعة الصوفية مع أي أحد. تحاول باحترام. أنا نعم. ليش؟ تدري وين فكرتي توصل؟ أنا فكرتي مو هنا, فكرتي الأجيال. صحيح. الأطفال بالمدرسة راح يقولون شوفوا المسلمين بيناتهم شلون يقاتلون, معناته المسلمين مو صحيح. شوفوا احنا ما نأذي, احنا مسالمين, وهذا صحيح هم مسالمين ما يأذون, وهيك راح يخلون أطفالنا كلهم يكرهون بعض. أحسن عندما نشوفهم مسلمين حتى واختلفوا في العقيدة وأشياء يتكلموا باحترام. نعم لأن هؤلاء ترى نصارى مختلفين لكن يتكلموا باحترام. بس باحترام تفاهم. المشكلة إن عجبك أهلا وسهلا. رأيت أنت بأم عينيك. أنا جاي أتكلم معك وهذا. لا هم شو يقولون أخواني على صفحة؟ يقولون يقطع الكلام الزين ويطلع الكلام المو زين. أنا ما عندي قناة أصلا قناة. وهذا الشيء هذا الشيء أنا ما يهمني لا قناة ولا تلفزيون, أنا يهمني الله عز وجل. بارك الله فيك. نوصل الفكرة للأطفال. صحيح. أما ينقطع كلام الزين ويحط كلام مو زين هذا باكي عقبه تاخذ مستحيل أنت تاخذ يعني تستقبل شيء ما يرضى الله. أبداً. أنت ترضي شيء يرضى الله. أنا واثق. سبحانه. أكيد اكو سب وغلط لازم تقطعه. نعم. لأن أطفال يباوعون مشاهدة. أنا ما أقطع شيء يا حبيبي. نعم. أنا شوف قناتي التي تنشر فيديوهاتي. نعم. قناة آسف دعوة. أجلس قناتي الخاصة. إيه. قناتي الخاصة بجوز إحداث دعوة. هو يشوف فيديوهات أكثر. هو مقص. أنا أقول لك. يدح على طول. أنا توني كتاب قالوا لي هذا القرآن الكريم خاف كامشة وما أقرأ إنجليزي وخاف عبال ما الملحدين وما شنو يطلعون بالدين هذا كامش كتاب أنا انزل على نيت قال هذا القرآن الكريم هدية أنت شكرا جزيلا هذا شخص ربما لا قال لي القرآن الكريم هدية قلت أشكرك بس أنا ما أقرأ إنجليزي عندك إنجليزي لا والله ترى حطين واحد يقرأ إنجليزي أقصد بيجي على قلوة يقرأ والله ربما تراجع بالقطاع لا عندي سياتي الخاصة أنا قسما بالله ما يهمني لا أعلام ولا أي شيء قسما بالله يهمني شيء واحد إنه نعيش بسلام ونحب بعض ونتفاهم بالحوارات اللي ما متفاهمين بيها إذا قبلت مني قبلت والمقبلت مني لا تكسبني كعدو اكسبني كصديق ونصحتك وما قبلت من نصيحتك لكن أبو حيدر اسمح لي أنا معك احترام وكل شيء نعم لكن أنا لابد الإنسان أنا ذكرت لك بأن الولاء والبراء عقيدة هذه عقيدة إسلامية لها الولاء والبراء أي أنا أعادي لأجل الله وأوالي لأجل الله دينك واحد وربك واحد إيه؟ أنا محمد علي أبو حيدر هذا هو الدين أي لا إله إلا الله تبرى من كل معبود من دون الله إلا الله طيب عندما تقول أشهد أن محمد رسول الله تتبرى من كل شيء يخالف
محمد رسول الله. صدقني هم بداخلهم مو يعبدون علي بن طالب. والله ما يعبدون. والله كلمتهم. والله ما يعبدون. لأن هي هم 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 ببالهم هم ببالهم هم يعني هم ببال أنا شيعي. أنا ما أقول علي حلم استغفر الله. ان علي انسان مثل حاله يعني انسان يعني الله خلقه وهو يقول هو يقول اشهد لا اله الا الله اشهد محمد رسول الله هو يقول نفسه لكن اشهد غريب من يقول كذا من اللي يعبد الله انا عزيز لابد يعتبر انا انسان عاقل اعرف شو احكي واعرف شو اسوي انا انت ليش لا توجه لي كلام تقول لي احكي لا ما قال احكي انت لا تقول لي انت بريء منه انا بريء من كل واحد يهدي احد انا بريء من كل انسان انا بريء من كل انسان يعدي انسان تعرف ليش اسب الصحابه اخي انا وحيدة وحيدة. انت عندك احتراما لك لكن انت تركز في الخلق اكثر من تركيزك في الخالق الله اكبر كل انا اشهد وياك الله اكبر كل نعم اسالني لماذا حرام واحد يدخل شيء ويا رب العالمين اسالني لماذا نعم تفضل اخ اخونا المصري حبيبي قال لك هل انت بريء ممن يدعو غير الله علي أنت قلت أنا بريء من كل من يأذي الناس أنت تركت حق الله الذي وتفسيره تفسيره فهمت أنا كل زين تفسيره بس والله العظيم والله العظيم أنا أقول لك شيء الشرك بالله ألم تعرف بأن الشرك بالله هو ظلم وهو تعدي على حق الله الذي هو خاص بالله أي أنت تأذي في حق الله تتعدى حق الله وهو الإخلاص العبادة في الله فإذا شخص تعدى حق الله هذا أبغضه في الله لكن ليس أن أظلمه أكذب عليه أنصحه لكن أبغضه لأنه أصبح ظالم ظالم في أي شيء في أكبر شيء وهو التوحيد لأجل ذلك سمى الله الشرك بالظلم صحيح؟ طيب. يا بني إن الشرك لا ظلم عظيم ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء زين إذا هم يحبوه حب وليس عبودية هل كفره هذا سؤال شيء في فرق بين الحب الشرعي والحب الشركي لا أعوذ بالله قال الله أحد الله صمد من تبيع عند ربها من واحد طيب أبو حيد ألا توافقني بأن النصارى يقولون بأنهم يحبون عيسى يحبون عيسى النصارى يحبون عيسى كنبي ولا يحبوك الله لماذا بارك الله فيك فنحن نفس الشيء بعض الشيعة ليس كلهم بعضهم يحبون علي يجعلون حبه في غلو فيرفعونه في مقام الله هذا حرام أنا أشهد هذا الشيء أنا هذا أنا وياك أنا خوشي أنا وياك هذا لماذا سؤالي ما رأيك في إنسان يقول المدد يا علي تعرف ما معنى المدد كل الشيعة يقولون هيك لا أنا سؤالي ما كل الشيعة أنا أحكي عن الشيعة الفاهمين حياة حلوة تعرف ما معنى المدد طبعا المدد بس لله إيه ما كل الشيعة مو زينين أكو شيعة ناس متفهمة وعاقلة تعرف ما معنى المدد يا المدد نعم المدد معناتها طلب الاستعانة في وقت الشدة والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه وشبسه طيب والله يقول إياك نعبد وإياك نستعين والله يقول وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم طيب الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة شوف واحد بس بالله عليك الطيل واحد يقرأ إنجليزي حتى كام شو ما استفاد من فاستعاذة والاستغاثة والاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله إذا توجه العبد به إلى غير الله فهذا شرك وهذا شرك أكبر بارك الله فيك فنحن نطلب المدد من الله نعم أنا الآن أقول لك يا أخي أبو حيدر عندي سيارتي ساعدني لكن أقول لك أدفع سيارة نعم هل أنت موجود تستطيع فهمت لكن أنا علي بن أبي طالب عليه السلام هو الآن في الآخرة في الحياة الأخروية قل يا علي ساعدني هذا شرك أو يا عمر ساعدني يا محمد عليه السلام هذا شرك يا حسني هم بداخلهم شيء واحد أوصل لك الفكرة فقط هو بداخله شيء واحد إنه هو ممكن يعني هو بتوقعه إنه يقول أنا من أقول هيجي يمكن أنا ما عندي خاطر عد الله مثل ما سيدنا علي كرم الله وجه عد خاطر عد الله فأني أطلبها من علي هو يتوسلني عند الله عز وجل يعني خليك واسطة وليس مع الرب
فهمتك. فانت هذا العمل اللي انت تطلبه. عفوا عفوا عفوا، اكو ناس تطلب من الله دايركت، اكو ناس تطلب يقول لك حريت ابو حيدر. هذا نفس الشيء الذي فعله كفار قريش. لماذا كفار قريش كانوا كفار؟ ليس لانهم لا يؤمنون بان الله هو الخالق وهو الرازق، لا، هم يؤمنوا بالله. طيب، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. هم يصدقون ان الله هو الخالق وهو الرازق. من يرزقكم من السماء؟ قل الله. هذه معروفه. فلماذا سماهم الله مشركين؟ لأنهم جعلوا وسائط بينهم وبين الله. والدليل قوله تعالى في سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذا نفس الشيء. قالوا نحن ليس كما أقول لك ما عندنا عندنا ذنوب. والأحسن ما أقول يا الله فأقول يا علي يا 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 عيسى يا 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 يشوى. وقالوا لا لا نتبع مشركين قريش. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصرا. هذه أسماء رجال صالحين في وقت نوح. لماذا أشركوا بالله؟ جعلهم وسائط. الله يقول: وإذا أسألك عبادي عني إني قريب. والله يقول: وقال ربكم ادعوني. فنحن لا نفعل لا وسائط، هذا الشرك بالله. بارك الله فيك. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام وساطة بيني وبين الله في فهم الرسالة. أما في الدعاء والاستغاثة والاستعانة هي لله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا غلام ابن عباس، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. قال علي بن أبي طالب عليه السلام في منهج في نهج البلاغة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال: الوسيلة هي إيش؟ الصلاة، الصيام. هذه والدليل قوله تعالى: وقالوا ربنا آمنا فاغفر لنا. توسلوا بعملهم الصالح. ما شاء الله عليك، يعني انت كلامك حلو كلام وجميل، القرآن الكريم جيبه من القرآن. الحمد لله. لا طلب اني احنا مكان ما محبة، المحبة ومكان ومكان ما ومكان ما نسوي مشاكل ويضل. خلينا نجيب ناس الى الاسلام ندعيهم احسن افضل احسن ما نسب فلان ونسب فلان. لكن انا فاهمني، انا ما اقول اسب، لكن فاهمني لماذا نحن عندما نتكلم عن الشيعة يقول لك الشركيات. حتى ولو قال انا افعلها تحب حبا لعلي، نعم، لكن ما صار نفس الشيء يقول لك حبا لعيسى. نعم، الحب لعلي عليه السلام يكون حبا شرعيا. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني كما أطرت نصارى عيسى بن مريم، قولوا عبد الله ورسوله. تعرف الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يبين مكانة الرسول عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. إيش قال؟ ما قال رسول عبدي، لأن العبودية. طيب، ويقول جل وعلا: ولما قام عبد الله يدعوه. عبد الله مرة أخرى. فالمقام الكبير الذي للرسول اسمه هو العبودية لله جل وعلا. أنا وصل شفيع طبعا. الله عز وجل خالق الكون كله طبعا. نعم، شفيع لنا في يوم القيامة. احنا مرة يوم القيامة المتشددين يفرقون بيناتنا، المتشددين اللي 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 يطلعون. نحن نتجتمع على القرآن والسنة والتوحيد والسنة، ونفترق على الشرك والبدعة. لا، لا ما شاء الله عليك، انت متكلم انسان متكلم حلو، واتمنى من الله عز وجل ان نرجع اخوان ونرجع احباب ونرجع طبعا انا مو مع اللي يسبون، انا صراحه ما احب انسان يسب انسان، لا احب واحد يسبني انا ولا احب انا اسب. والذي يسب الله والذي يطعن في حق الله يفعل الشرك، انا لا احبه. اخي محبة قلبك يرجف تريد تحكي، قلبك يرجف تريد تسوي مشاكل. انت قلت ما اسب لكن منافقين، يعني انا لو اسوي مشاكل انا داير اقول لك حديث. انت بتقول انا شيعي؟ محبة شرطية. انت ما بتسب، دقيقة اسألك سؤال، انت ما بتسب لكن منافقين؟ يعني انا لو اروح اسب لو اصير منافق؟ لو اسب يعني انا اسألك سؤال، لو اسب الصحابة لو اصير منافق؟ عمي انا منافق بس ما اسب الصحابة، شنو رايك؟ انا ما اسب، انا ما اقول سلفي أنا ماسب، لأن تدري ليش ماسب؟ دع المخلوق للخالق، دع المخلوق للخالق. يعني أنا إذا سبيته هل تتوقع رح يسكت لو رح يسب؟ وإذا سب معناته أنا جبت الإساءة لا للبيت، وهذا شيء حرام ما يجوز. سؤالي لك واضح صحيح. أنت قلت لي أنا ما بسب، يعني أنا لا أسب ولا أتجاوز على أي إنسان. تدري ليش؟ مو من أخلاقي. معاوية مسلم،
والله ما عايش وياني، من عايش ويا بخير وتدلل. انا اجيب لي كتاب، انا مالي دخل، انا يمكن هو اخي العزيز ان شاء الله من عايش ويا بعد الاف السنين عود اجي اقول لك. يا دليل ناش البلاغه، معاويه انا احكي لي بالمستقبل. كافي كافي، هاي مال 50 سنه تتعاركون عليه، كافي الى متى؟ ناش البلاغه، ناش البلاغه ماذا يقول علي عن معاوية إخواننا؟ وكان كذلك يقول بايعان القوم الذين بايعوا معاوية، والله الذين بايعوا معاوية المهاجم أنصار. أخي أخي أنا الذي جنني الشخص في بريطانيا يدفع الضرائب ويتكلم في معاوية الذي نشر الإسلام، هذه ما تدخلي في حقه. نفس ما السعودية بتدفع لأمريكا نشر الإسلام، نشر الإسلام مع من كان يحب يصفيه، مع من كان يحب، من أدخل الإسلام إلى أوروبا معاوية الأمويين. ما داعش إيران، إيران إيران معاوية وأرضاه. وما أدراك ما الدولة الأموية؟ روح تعاتب هنا داخل الكنز أخي. هذه رسالة الصحابة، ما أدراك ما الصحابة؟ الصحابة الذين مدحهم الله ومدحهم رسوله، الصحابة نشر الإسلام. معاوية بن أبي سفيان إذا كان كافر، لماذا الحسن أعطى البيعة لهم؟ لماذا حسن أعطى البيعة؟ هل يجوز تبيع الكافر؟ فبايعه معاوية رضي الله عنه وأرضاه. دولة أموية رضي الله عنه، لماذا يبغون الدولة الأموية؟ لأن الدولة الأموية كانت دولة عربية سنية، فالدولة العباسية في أوائلها ما شاء الله. أبو جعفر المنصور عندما عرف بأن أبي مسلم الخراساني باطني قتله، لكن العباسيون أتوا بالأعاجم، والأعاجم الذين القرآن والسنة فوق الرأس والعين. لكن الدولة الأموية رحمهم الله وغفر لي مقصريهم نشروا الإسلام إلى الصيني، إلى إفريقيا، حتى وصلوا أبواب باريس. هذا يدفع الضرائب في بريطانيا. تكلم عن معاوية، ما عليه أحسن منك رضي الله عنه وأرضاه. تكذب على السعودية، سياسة البدر الدولار، السعودية أفضل منك. سياسة البدر الدولار، السعوديين المكرمين، أنت هنا لاجئ، أنت هنا شحات، شحات هنا ولا ندفع، ليس معناتها لاجئ حرام، نعم. لكن هذا يدعم السعوديين والسعودية، السعودي ما شاء الله يأتي هنا بكرامتهم. هذا باش يقول ما شاء الله غير منهم. سعودي أمن وأمان، أنا ذهب سعودية ما شاء الله، أمن وأمان ما شاء الله. مع الملك عبد العزيز، لا مع الملكة، الملكة كذاب. شمس وعليك وعدت الإسلام، ليش تسوي؟ خلاص أنا الإسلام، الإسلام أحسن. صحيح، لكن أنا أبين بأن معاوية وأرضاه، وأنا أتكلم هنا والله أيها أحبة في الله، من يطعن في الصحابة إلا زنديق يبغض الله ورسوله. الحمد لله عراقي، عراقي عراق فوق الراس والعين والله. ما جاوبك العراق، ما ادراك ما العراق. انت تسب الصحابه؟ تسب الصحابه والله. انت بريء من اللي بيسب؟ الحمد لله. انت بريء من اللي بيسب؟ بريء من اللي بيسب؟ بسالك سؤال، والله سؤال هذا خارج، لا 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 لا، سؤال خارج عن النطاق. شوف سبحان الله، عندما اهل السنه حكموا العراق كانت العراق في القمه، حكمها اتباع ايران. انظر الى العراق، العراق ما تعرف، تعرف عندما اتت اول مره انا كنت هنا ما تسمع عراقي لاجئ حارب. طيب انا ما اقول صدام كويس، صدام له، صدام نعم فعل، صدام مات، لا لا صدام مات، قتل الناس، قتل الناس. لكن يا اخي في وقتي العراق كان افضل والله. انت يقول حق، انا رايت، عفوا رايت الشيعه في العراق بام عيني يثنون على صدام، يقول اتمنى وقته. لا لا صدام كان ظالم، نعم قتل في العراق، قتل في الكويت، هذا لا شك فيه. لكن يا اخي ما اهل السنه عندما حكموا العراق ابو جعفر المنصور، الله اكبر، حياك الله اخي، الله يهدينا ويهديك. الحب 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 ال